مساء الخير على حضراتكم كل مشاهدي قناة تي في في كل مكان. لقاء أسبوعي بيتجدد معاكم وحلقة جديدة من برنامجكم ربنا موجود. خلينا نبتدي الحلقة النهاردة بكام سؤال. يمكن الأسئلة دي نسألها البعض في مواقف مختلفة، وأحيانا الأسئلة دي بتتردد بين الشخص وبين نفسه. لو عندنا أطفال طبعا في البيت، وسألت طفلة بتحب بابا أو بتحب ماما، أو ذكرنا قدامه اسم حد من المدرسين في المدرسة وقلنا له بتحبه ولا لا وقال لا، وسألته ليه، هيقولك عشان بيضربني، عشان بيزعق لي، أصلا أنا بخاف لما بيعمل كده عشان كده مش بحبه. لو أولادنا أكبر شوية واكتشفنا أنهم كذبوا علينا كذبة معينة وواجهناهم بالحقيقة، كانت الإجابة بتاعت كتير من الأبناء ومن الإجابات اللي سمعناها كمان أنه أصلا أنا كنت خايف فعشان كده كذبت، ما كانش فيه حب، ما كانش فيه حد بيسألني، فكنت قلقان أن أنا أقول الحقيقة. يعني لما كذبت كنت أصلا خايف؟ طب هو الخوف عكس المحبة ولا إيه؟ سؤال بيطرح نفسه كتير. طب تعالوا نروح لمرحلة أكبر من كده وندخل جوه بيوتنا. ليه في بداية الارتباط كتير بنحس أن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة قوية والحب بينهم كبير، وبعد شوية نحس أن الحب ابتدى يقل وكل واحد فيهم يسأل نفسه مش هو ده الشخص اللي أنا ارتبطت بيه؟ مش هي دي الإنسانة اللي أنا عرفتها وارتبطت بيها؟ طب إيه السبب اللي خلى الحب يقل؟ كتير مننا بيقارن المسؤولية بالحب. أصلي ضغوط الحياة بقت كتير، المسؤولية بقت كتير، أنا بحبه أو أنا بحبها بس مش لازم كل شوية أعبر. لو سألنا واحدة قلنا لها ليه الحب قل، الرد بتاعها ممكن جدا يكون ما بقتش بحس بالأمان، ما بقتش بحس بالاطمئنان. للأسف يمكن عكس الخوف ممكن يكون الأمان أو الاطمئنان، لكن النهاردة هنلاقي عكس كلمة الخوف هو الحب. الحب هو اللي بيطرد الخوف، زي ما قال يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح 4، محبة القوية تطرد الخوف إلى خارج. هل فعلا المحبة ممكن تضيع الخوف اللي في حياتنا؟ طب إيه السبب اللي بيخلينا نخاف، وبنخاف من إيه، وإزاي نتعامل مع مخاوفنا سواء بين بعض، سواء بيننا وبين أولادنا، بيننا وبين الناس المحيطين بينا؟ طب تعالوا نروح للكتاب المقدس سريعا، والأمثلة كتير زي ما جوه بيوتنا كمان في أمثلة كتير. تفتكروا السامرية بعد ما كانت إنسانة خطية، إنسانة بتخاف، إنسانة بتخرج في عز الظهر عشان تهرب من عيون الناس ومن الفضيحة، فجأة بقت شجاعة، بقت قوية، راحت واجهت كل الناس من غير ما تخاف من نظراتهم. ليه؟ لأنها حبت، وحبت بجد، والحب اللي بقى جواها طرد الخوف. المجدلية كمان كان عليها 7 شياطين، لكن بعد ما المسيح اتعامل معاها وطرد الشياطين اللي جواها تحولت لإنسانة تانية خالص، إنسانة ما بتخافش، إنسانة في الوقت اللي بطرس الصخرة خاف وأنكر هي كانت شجاعة، تبعت المسيح في كل مكان، لكن راحت معاه لأصعب مكان لغاية الصليب، مهمهاش من الجنود والرومان اليهود نظراتهم قساوتهم، كل ده ما كانش بيهمها. ولما ندور ولو سألناها ولو هي معانا دلوقتي هتلاقوا الإجابة واحدة بس، الحب. الحب طرد الخوف لبره حياتها. النهارده هنتكلم في حلقتنا ازاي ممكن الحب اللي لو سيطر على حياتنا يحل كتير من مشاكلنا ويطرد الخوف. النهارده عايزين نجاوب على اسئله كتير بتدور جوانا بنلاقيلهاش اجابه، وكل واحد بيرمي المسؤوليه على التاني. هي بتشوف ان الراجل هو اللي مسؤول عن انه يوفر الامان والاطمئنان والحب، والراجل بيشوف ان الزوجه هي اللي المفروض انها تكون مسؤوله عن الحب ده. النهارده عايزين نجاوب على كل الاسئله دي ونلاقي حل، ونحاول ازاي نحس بالامان وبالاطمئنان ونحس بالحب، ونقدر كمان ندي الحب لينا ولكل الناس اللي حوالينا. تابعونا في حلقه النهارده، وزي كل حلقه ما احنا متعودين بننتظر تليفوناتكم، ننتظر تواصلكم معانا على الارقام اللي هتكون معاكم على مدار الحلقه على الشاشه. وخلونا دلوقتي نخرج لفاصل وبعدها نرجع نبدا معاكم حلقتنا على طول.
شايف، ربنا سامع، ربنا عارف كل اللي بيجرى، ربنا دايما بيتصرف وبيعمل من أجلك، ربنا موجود في كل مكان في كل زمان، ربنا موجود مع كل إنسان فينا، حاسس بيك، عارف احتياجاتك، وله طرق كتيرة مش ممكن تخطر لك على بال، يقدر بيها يدبر كل احتياجاتك. شعورنا بوجود ربنا معانا بيدينا طمأنينة، لأن اسم الرب برج حصين بيلجأ ليه الصديق وبيتمنع، زي ما قال المزمور: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. باسم الرب وقف إلي النبي قدام أخاب الملك، وباسم الرب كمان وقف موسى وهارون قدام فرعون، وباسم الرب وقف بولس الرسول أمام فستوس وأغرباس. وجود الرب كان في حياتهم سبب قوتهم، وعشان كده لازم دايما نقول وكلنا ثقة: ربنا موجود. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة وفي بعض الأوقات لما بنتقابل مع ناس بنحبهم وبيحبونا، بنحس أننا محظوظين جدا بحب الناس اللي حوالينا أو اللي احنا قابلناهم. عشان كده لازم بعد مرحلة الحب والإحساس بالحب والنشوة اللي بنحسها والسعادة أن في حياتنا حد بيربطنا بيه كل المشاعر الحلوة دي، لازم نفكر إزاي الحب ده يفضل وبنفس الدرجة بالعكس يزيد على مدار علاقتنا، سواء علاقة صداقة، علاقة زواج، علاقة الأباء والأبناء مع بعض. كل العلاقات اللي بيربطها الحب والمشاعر الحلوة دي لازم دايما نفكر إزاي العلاقة دي تستمر، ما نقفش في الآخر نفضل نرمي بالأسباب على بعض، وكل واحد يقول هو السبب وهي السبب في ان الحب ده يكون فيه فتور. بسعدني وشرفني يكون ضيفي دكتور ماهر الضبع، استاذ الطب النفسي. اهلا بحضرتك دكتور ماهر. اهلا بيك. هبدا مع حضرتك بسؤال يعني طرحته في المقدمه: الخوف عكسه الحب ولا عكسه الامان والاطمئنان؟ لا، هي فقدان الشعور بالامان يؤدي الى الخوف. يعني الإنسان اللي فاقد مصادر شعور بالأمان، اللي هي كثيرة الحقيقة، منها العلاقات الناجحة مع الآخرين دي بتدي شعور بالأمان، خصوصا في إطار الأسرة الواحدة، انتمائي لمجموعة أكبر مني، كيان أكبر مني، كنيسة أو جماعة ما أحس أن أنا مقبول منهم، ده بيدي شعور بالأمان. أني عندي ما يطمئني على بكرة، ده برضو من مصادر الشعور بالأمان. أني أنا احتياجاتي يمكن مسددة دلوقت، لكن أنا مش عارف بكرة ممكن يحصل إيه، لو فقدت عملي، لو فقدت صحتي، إيه اللي يطمني على بكرة؟ ده لو ما فيش أي حاجة تطمني طبعا بفقد شعور بالأمان. وده طبعا اللي يطمئن هو حاجة مزدوجة، هي وجود الله في حياتي، إن ربنا موجود في حياتي، ودي حاجة أساسية جدا كمصدر للشعور بالأمان على بكرة، على الغد أو الأحداث اللي ممكن تحصل في أي وقت. وأيضا جانب أنا بتحمل مسؤوليته، إعدادي للغد، يعني إن أنا بطور من أدائي في عملي، مثلا بدرس شهادة معينة، بحيث لو فقدت عملي يبقى عندي مجال إن أنا أروح شغل تاني. ففيها مسؤولية شخصية وفيها اتكال على الله، إني أنا باكل صح،
علشان معياش اني انا عندي تنظيم معين لمثلا رعاية صحية او تأمين صحي. ده كل ده بيساهم. ما ينفعش ان احنا نخلي ذواتنا من المسؤولية تماما ونقول ربنا بيضمن نسيبها على ربنا. لازم اتحمل مسؤوليتي. فهذه الامور كلها بتشعر الانسان بالأمان وتطرد الخوف. ما فيهاش كلام، الخوف مرتبط جدا بالشعور بالأمان. لكن زي ما كنت بقول من البداية، جزء من الشعور بالأمان هو العلاقات الناجحة. يعني أنا لما يبقى علاقتي ناجحة بمراتي، هذا يؤدي إلى شعور بالأمان. لما يبقى طفل حاسس أنه علاقته بأهله أو علاقة أبوه أمه مع علاقة طيبة، يشعر بالأمان. فإذا للكبار، لو بنتكلم أكتر على الكبار، إن احنا نشتغل على نجاح العلاقة، هذا يعطي شعور بالأمان، هذا يجعل الخوف يتبدد. فيمكن احنا هنبتدي بالكبار، لانه الكبار بالتبعيه الشعور بالامان ده لو احنا قدرنا نحققه ونجحنا زي ما حضرتك بتقول في العلاقه بيننا وبين بعض، اولادنا كمان هياخدوا مننا الشعور بالامان وهيحسوا بيه. كل تاكيد نتعامل معاهم بشكل صح. كل تاكيد. نبتدي بقى من بدايه المرحله وبدايه التعارف والحب بقى العاطفي، حب الارتباط اللي بيجمع بين الشباب وبعض في بدايه ارتباطهم، وبنحس بقى انه حاجه كبيره وكل واحد حاسس انه مش هيقدر يستغنى عن التاني وان الحياة متوقفة عليه، وبتبقى علاقة متوهجة. بعد فترة يعني دلوقتي ما بقتش كبيرة مع المسؤوليات وضغوط الحياة، بتدي تحصل حالة من الفتور، ويبتدي كل واحد يشوف عيوب التاني اللي ما كانش قادر يشوفها، وبالتالي كمان بلاقي نفسه مش قادر يتقبل العيوب دي وحاسس انه خدع في الشخص ده. ايه اللي بيوصلنا للتدرج ده؟ لان احنا من قمة التوهج والمشاعر لقمة الحب، على الرغم ان المفروض ان المسؤولية ما تكونش السبب. بصي، هي انا برضو زي ما فصلنا الخوف والحب، يعني مش مرتبطين بصورة مباشرة لكن بصورة غير مباشرة عبر الشعور بالامان. نفس الحكاية، انا نفسي انه نفصل الحب عن التأجج العاطفي أو التوهج العاطفي اللي انت تكلمتي عنه، اللي هو بيحصل بين شاب وفتاة. يعني في أغلب الظن هو ده اللي بنقصده، انه بيحصل بين شاب وفتاة. صدقيني أوقات يبقوا معلوماتهم عن بعض محدودة جدا، ما يعرفوش بعض كويس، مش قادر أحكم على إن هذا الشخص إنسان موثوق فيه، إنسان أحس معاه بالأمان ولا لأ، علاقتنا هتبقى ناجحة ولا لأ، كل ده معرفوش. وبالرغم من هذا، يمكن خلال أيام قليلة أو ساعات قليلة عند الناس اللي هم في نهاية مرحلة المراهقة وبداية مرحلة الرشد، المرحلة دي اللي هي من 15-16 لغاية 24، الإنسان ممكن يدخل في حالة من الحب كما يسميها الكل، وإن كان أنا مش بحب أربط الاثنين معا، بحس كلمة الحب دي كلمة يعني أعظم من انها نلخبطها كده في مجرد توهج عاطفي. احنا عايزين نفسرها دكتور، يعني عشان برضو السادة المشاهدين اللي بيتابعونا يبقوا عارفين الحب بمعناه الكبير والعظيم زي ما حضرتك بتوصفه وبتقوله. الحب الحقيقي بجد وبين اللي بنحسه في فترة المراهقة، عشان الكبار لما يشوفوا ولادهم في الحالة دي يعرفوا يتعاملوا مع ده. اذا سمحت لي ناخد يعني مداخلة معنا استاذة احلام من الهرم. مساء الخير. تعالي يا فندم. انا احلام، اهلا بيك. سؤالي للدكتور، انا عندي هوس بالخوف. لا يا استاذ احلام، لو حضرتك سمعنا نعلي الصوت شويه لان احنا مش سامعينك. بقول لحضرتك انا عاوز اسال الدكتور. عندي هوس بالخوف. هوس الخوف. طب حضرتك بتخافي من ايه تحديدا؟ يعني انا عايزه اسال الدكتور لو سمحت. هو سامع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي. انا عندي كل حاجه بخاف منها. بقول لحضرتك من فضلك بس وطي التلفزيون عشان تقدري تسمعينا بشكل اوضح. كل حاجه. انا كنت عايزه اسال الدكتور، هل ده هوس خوف
ولا من كتر الواحد بيشوف حاجات في حياته فبيخاف بيخاف بيخاف. حاجه تاني، انا عندي برضه مشكله في الشك، يعني ممكن اشك في اي حاجه، بس انا مريض بظروف صعبه. انا شفت عندي 31 سنه، عندي هوس بالخوف، ممكن ابقى نايمه واحلم ان بيتي بيقع، بحلم اني هتسجن، احلم بحاجات انا ما بتخيلهاش، ممكن احلم بحاجات ما تخصنيش خالص مش عندي. هل ده وصلت معايا حاله مرض ولا ده طبيعي؟ حضرتك عايز تسالها اي حاجه؟ نجاوب عليها. لا طيب شكرا ليك، شكرا. واضح، اتفضل. يعني سمعتش بالظبط كل اللي قالته، لكن انا قدرت اميز ان هي بتتكلم انها بتخاف، بتخاف من كل حاجه، كل حاجه زي ما هي بتحلم كتير بحاجات حتى لو ما تخصش حياتها، بس هي بتقول مرت بظروف صعبه. طيب هو الـ الـ الخوف في جانب منه طبيعي وصحي جدا، ولو مش موجود هنا نقلق. يعني لو انا في مكان ما، في غابة، في مكان ما شاعر بالضلمة وأصوات غريبة، هخاف. أي حد في الدنيا هيخاف، لأنه لما بيخاف بيأخذ حذره، فدي حاجة ربنا حاططها جوانا. هي بتكون حاجة اسمها بالإنجليزي fight or flight، يعني في وكأن هرمونات بتضخ في جسد الإنسان لما بيخاف. الهرمونات دي تخليه فعلا يتوتر، لكن يبقى مستعد لتقييم الأمر والقرار، أقاوم أو أهرب. أوقات من الحكمة أن أنا أهرب، مثلا لو أنا في غابة نفترض، يمكن هخاف من الجو العام، من الأصوات الغريبة، فبالتالي هبتدي أتوتر، تضخ في جسدي الهرمونات دي التي قصدها الله أن تضخ في جسد الإنسان في اللحظات دي. وهنا بيبقى الحواس تبقى أكثر حدة، الفترة المبكرة تبقى أكثر حدة استعدادا لأتصرف. أتصرف إزاي؟ يا إما أجري الفايت الفلايت، إن أنا أسيب المكان وأهرب من الخطر اللي بيقرب مني، أو إن أنا أقاوم أو أخذ موقف ضد هذا الخطر، أو أحسب الحسبة كويس. يعني حواسي تبقى واضحة جدا وقادر أن أنا أحسب الحسبة وأتصرف إزاي مع هذا الخطر الآتي. ده الخوف الطبيعي المش مرضي، اللي لازم يكون عند كل الناس. ولو مش موجود يبقى في مشكلة، يبقى يعني يبقى الواحد في وضع خطر. يعني زي أني أنا لما أحط إيدي على حاجة سخنة هتلسع. لو انا الحواس في ايديا مش بتخليني اتلسع، هحط ايدي على الفرن او على نار ومش هتلسع وايدي هتتحرق. فطبيعي ان انا اللسعة الاولى دي بتقول لي خد بالك، المكان اللي انت فيه ده مكان يسبب لك ضررا. فالخوف نفس الحكاية، الخوف الصحي بيخليني اتنبه وقيم الامر واخد القرار الملائم، او ان انا يعني ربما اتجنب الموقف او اتعامل مع الشخص اللي بيخوفني ده او بيرهبني، اتعامل معاه بطريقة واعية ايا كان الوضع. يتحول بقى مرضي. ما ينفعش ان انا اقول انا مش عايز اخاف. أوه. لا، ده ربنا حطه لهذا الهدف. في هدف، في خوف اخر، حينما يقيم الامر مفيش سبب للخوف، في توتر اللي هو الخوف او ما يسمى الرهاب، اللي هو خوف لا منطقي ملوش اي داعي. انا بخاف من، طيب ممكن ناس تخاف من قطط ولا من كلاب ولا مش عارف تعابين، طيب ماشي، لكن انا اخاف من عنكبوت مثلا او نملة ماشية على الارض. في ناس عندها رعب فظيع من عنكبوت او من نملة، او بتخاف لما تطلع تاني دور تبص من البلكونة، تخاف لو دخلت في اسانسير او مكان مغلق او طيارة او مكان ضيق. فخوف مش منطقي، مش يعني ده حاجة بلا سبب، بس هو نابع خوف من داخلي. هو خوف من حاجة حقيقية، يعني هو داخل على الأسانسير فحس بالخوف. لكن أحلام مثلا بتقول إنها بتحلم بحاجات بتخليها في حالة من الرعب والخوف، من حاجات مش حقيقية مش موجودة في حياتها أصلا. طب ده ينقلنا بقى الأحلام. أحلام
هي اسمها أحلام. أحلام. أنا كنت بتساءل هي اسمها أحلام ولا لأ. ما تربطش الاثنين مع بعض. الأحلام دي أسبابها كثيرة جدا. يعني أوقات إحنا بنحمل الأحلام أكثر بكثير مما تحتمل الحقيقة. يعني فرويد زمان أبو علم النفس المعاصر هو اللي شوية اتكلم على الأحلام بصورة إن هي الشباك الذي يؤدي إلى العقل اللاواعي، وده بيظهر أمور معينة في العقل اللاواعي لآخره. وزي ما هي قالت برضو أنا مريت بظروف صعبة، فممكن زي ما حضرتك بتقول العقل اللاواعي وصلها لده. مش بالضرورة أنها تبقى كده، مش شرط. يعني جايز جدا ما تبقاش ولا نافذة لل عقل اللاواعي ولا حاجة، لكن أنا عندي امتحان بكرة فأحلم بالليل أني أنا دخلت الامتحان ما عرفتش ولا سؤال، والمراقب جه خطف مني الورقة ورماني بر. طبيعي أن أنا رايح انترفيو بكرة فأحس أن أنا أو أحلم أن أنا هترفض وأنه هيزعق لي وأن أنا هعرق وأن أنا مش عارف هروح أبقى مش لابس هدومي، أو هحلم بحاجة مرتبطة بالحدث اللي أنا بفكر فيه وقلق منه. اللي بيحصل لأحلام يعني مش غريب إلا لو كان حلم معين بيتكرر بنفس الصورة، يعني كل يوم هو نفس الحلم، مش انه احلام مخيفة كده كثيرة، لكن حلم الريكارنت يعني بيحصل نفس الحلم كل يوم. لكن هي واضح من كلامها ان احلامها مشكلة. متغيرة. انا بس عايز اقول احلام ما تقلقيش قوي على كده على موضوع الاحلام ده، وشوفي المخاوف اللي بتحصل في حياتك ربما دي بتقودك انك انت تعيدي حساباتك مرة تانية، انك انت تطوري علاقاتك. يعني هنخلي حضرتك تتكلم كمان على علاج بشكل عام لكل المخاوف اللي بيمروا بيها الناس. بس معنا كمان استاذ جوزيف من سوهاج. مساء الخير استاذ جوزيف. الو، اهلا بيك، اتفضل. الو استاذ جوزيف، احنا سامعينك ومن فضلك وطي التلفزيون. وطيته. اتفضل، سامعين حضرتك. حضرتك انا عندي المدام بتخاف من حاجات غريبه كده. زي ايه يا فندم؟ كنت عاوز اسال الدكتور، كان احنا متجوزين لنا خرجت سنه ونص دلوقتي. فما سالت في الاول قعدت 6 شهور وسقطت. قعدت 6 شهور ثانيه وربنا كرمنا دلوقتي وشالت، وهي خايفه يحصل منها ايه اللي حصل الاولاني، نفسيتها تعبانه قوي. الو، يعني هي مخاوفها كلها مرتبطه بالموضوع ده؟ موضوع الاولاد او الحمل؟ هي نفسها ربنا يكرمنا كده وطلع عندها عيل او اثنين تفرح بيهم. فما عشان الاول صدقت اول مره وثالث سنه مره، فما حاسه بخوف جدا. تمام. في حاجات كده غريبه بتحلمها، بتحلم احلام غريبه جدا. مرتبطه بنفس الموضوع طيب؟ تمام، شكرا لحضرتك. ودكتور ماهر هيجاوب عليك، لكن معانا كمان استاذ رضا من القاهره. طيب حضرتك حاول تكلمنا مره تانية ونجاوب على استاذ جوزيف. هو متجوز من سنه ونص، والمدام بيوصف حاله الخوف اللي عندها لانها حصل حمل اكتر من مره وما كملش، ودلوقتي بعد 6 شهور ربنا اداها يعني، او هي في مرحله الحمل، لكن طول الوقت عندها مخاوف من انه يحصل زي اللي حصل قبل كده، حتى في احلامها بتحلم بده. اوكي، ما هو ده مش حاجه غريبه انه هي قلقه، وده بيحصل كتير لما يبقى خصوصا في موضوع الحمل ده، لما يبقى أنا بقالي فترة طويلة بحاول أحمل وبعدين لا أنجح في هذا ثم تحمل المرأة، طبعا هتبقى عندها درجة من درجات الخوف. القلق من أن أنا أفقد هذا الطفل اللي أنا بحلم بيه إلى آخره، فما تستغربش قوي أن هي تبقى قلقة. بس هذا القلق ربما يتحول إلى طاقة إيجابية، أن أنا أبقى أخذ بالي من نفسي، ما يبقاش يعني. يمكن أوقات في فتاة تبقى لسه صغيرة في السن وتحمل وهي لسه بعد سنة ولا حاجة من الجواز،
وتبقى مش واخده بالها انه لازم شكل حياتها يتغير ولازم تبطل تعمل حاجات معينه وحركه معينه ولبس معين الى اخره، فتبقى بغير وعي وبعدين يؤدي الى مشكله. فهي اللي بيحصل لها هو الخوف الطبيعي الذي ينتج من خبرات معينه، ان انا فقدت الجنين قبل كده فأنا بالتالي خايفة أفقده. خوفي ده يتحول إلى أن أنا أبقى حريص واخدة بالي من نفسي. طبعا ممكن يتضخم بصورة زائدة. برضو مرة تانية بقول لها موضوع الأحلام مش غريب، أنا خايفة من حاجة في حياتي يعني قلقة منها، فممكن جدا أحلم بأحلام سيئة جدا وتبقى يعني مزعجة مفيش شك، وتصحى الصبح وهي متوترة. بس معلش، هي مشكلة الأحلام لو هي فسرتها بأكثر من احتمالات، أو أنها اعتبرتها أنه ده وكأنه الله بيتكلم ليها من خلال الأحلام، ادت الموضوع تقصد حاجة حجم أكبر من حجم أكبر. طيب عايزة برضو من حضرتك، لكن احنا معانا يعني اتصالات كتيرة، حابين احنا ناخد أكبر عدد من أسئلة السادة المشاهدين. علاقة برضو المحبة، يعني هل ممكن الزوج بتقديم محبة أكبر ليها يعالج ده؟ يبقى هنا في علاقة بين علاج الخوف لكن بالحب. أستاذ رضا رجع لنا، أهلا بيك مرة تانية. مساء الخير يا أستاذ رضا، من فضل حضرتك توطي تلفزيون. حاضر يا فندم. اتفضل. ألو، سامعين حضرتك، أهلا بيك. ألو، سامعينك يا أستاذ رضا، اتفضل. أهلا بيك يا فندم. أنا عايز أسأل الدكتور، كان في فصل بيني وبين المدام، وتم الأبناء راحت الدار والمدام مختلفة يعني مش شغالة في الدار، وطالبة الانفصال، وأنا مرعوب مرعوب بدرجة إن أنا ممكن أنحرم من البنات وأنحرم من المدام بدرجة الرعب، وخايف من الانفصال. الانفصال ما عندنا في الكنيسة بيضايقني جدا، وأنا بقى يعني بحبها بدرجة عالية جدا. يعني بنات حضرتك دلوقتي معاها؟ بدرجة عالية. بنات حضرتك مع زوجتك؟ نعم. حضرتك بتقول البنات مع زوجة حضرتك مش كده؟ لا يا فندم، البنات محجوزة في قلب الدار في دار رعاية أطفال. اوكي، هم اعمارهم قد ايه؟ الاعمار 18 سنه و16 و9 سنين. تمام. طيب يعني واضح من كلام حضرتك برضو، لان احنا مش بس بنتكلم على الخوف لكن بنتكلم على الحب. حضرتك بتقول انا بحب زوجتي جدا. كلام حضرتك فيه كان فيه اختلافات بيني وبينها بدرجه جامده جدا. تمام. انا رجعت عن اللي انا فيه، عن اللي انا كنت بدررها فيه. واتمنى من ربنا واتمنى من اي مسؤول في الدنيا اللي يخليني ان انا ليها ترجع تاني. انت حاولت انك تكلمها وتقول لها ده انك انت يعني بطلت الحاجات اللي بتزعل؟ مفيش تقابل بيني وبينها نهائي. مفيش تواصل؟ لا، وده اللي هو راقبني لدرجه جامده جدا، حتى صوره الابناء لما باجي بحطها قدامها بحس برعب. استاذ رضا يعني انا اتمنى انها تكون بتسمعنا وسمع حضرتك، بالاضافه لكلام دكتور ماهر اللي هيقوله لحضرتك دلوقتي او مساعدته بشكل او باخر باي نصيحه، لكن بتمنى ان زوجة حضرتك تكون سامعه وادينا برات الصدق اللي في صوت حضرتك، مش عيب اننا نصلح. حتى كمان مش عايزين يوصلوني ليها، بيوصلوني ليوم العيد ليها اللي انا اشوف الابناء، وبشوف الابناء والبنات برضه في قلب المعادي اللي هو بتاع الزياره بتاعتها. هي مفيش تقابل بيني وبينها بشخصيه، بيني وبينها كده، عايز اعرف نفسها تعمل ايه وليا نفسها فيه انا اعمله لها. انا ربنا يقدرني اللي انا اعمله لها عشان نرجع تاني ونرجع عيالنا في حضننا. اتمنى انها تكون سامعه حضرتك وسامعه نبره الصدق زي ما بقول في صوتك، وشمل الاسره يرجع يتلم مره تانية. شكرا لحضرتك. ويعني دكتور ماهر يعني محتاجه تجاوب. انا بس عايز اقول للاخ استاذ رضا انه الخوف بتاعه ده هو الخوف اللي كنا بنتكلم عنه في الاول، اللي يدفع الانسان لإعادة حساباته مرة تانية. أنا خايف أفقد عيالي، خايف أفقد أسرتي، الخوف ده هو اللي بيدفعني. طب أنا لازم أتحرك، لازم أعمل حاجة بصرف النظر حاضر ولا مش حاضر، تغيير تطوير حياتي بشكل أو بآخر. فلو الإنسان، لو هو الأستاذ رضا بيقول أنا مش عايز أخاف، لا طبعا احنا عايزينك تخاف. أو الخوف بيدفعك للتغيير وبيدفعك لإعادة الحسابات مرة تانية، فده خوف إيجابي.
طيب بعد ما شعرت بهذه المشاعر يا أستاذ رضا، لازم في طرق لإصلاح الزواج. ما فيش جواز في الدنيا لا يمكن إصلاحه، ما فيش، بكررها تاني، ما فيش جواز في الدنيا لا يمكن إصلاحه. ربما هي شعرة باليأس مراته، ربما هي رفضة أي تواصل معاه، مش مصدقة يعني، برضو من كتر المشاكل بيجي وقت مش مصدقة أي وعود. وأتمنى زي ما كنت بتقولي أنها تبقى سامعة، لأن هي نبرة الصدق اللي في كلام الأستاذ رضا الحقيقة بتطمئنها. لكن هو لازم يوصل لها عن طريق حد من العيلة، عن طريق أب اعترافها، عن طريق حد من الكنيسة، بس يقول لها تعالوا اقعدوا مع بعض، محدش هيجبرك على شيء، اقعدي انت وجوزك اقعدوا مع بعض في حضور حد تاني، ربما من المشورة او من الخدمة في الكنيسة يساعدهم، لكن اقعدوا واتكلموا. وهذه المشاعر الطيبة اللي عنده، هذه النوايا الطيبة، هذا الشعور بالندم على حاجات، اكيد هو عمل حاجات، هو معترف بده، بيقول انا بحاول اصلح كل حاجة او ابطل اي حاجة تضايقها، يبقى في فرصة انه يحصل هذا التلاقي اللي فيه تدرك نواياه الطيبة، تدرك استعداده للتغيير، ويثقوا هما الاثنين ان جوازهم دايما قابل للإصلاح لو هما الاثنين مستعدين ان هما يتعبوا. اعتقد ان هي كأم كمان مش هتبقى قابلة الوضع ان بناتها يبقوا موجودين في الدار في وقت ممكن يتربوا ويكملوا حياتهم بين الاب والام بيحبوهم. وأستاذ رضا كان بيقول ان اعمار بناتهم يعني بقوا في سن الشباب، يعني في 18 سنة زي ما في 9 سنين، فالافضل انهم يكملوا حياتهم بين الاب والام ويقدروا يكملوا. بالظبط. تمام. معنا كمان مدام نيفين من اسكندرية، أهلا بيكي. أيوة أهلا، مساء الخير. مساء النور مدام نيفين، اتفضلي. أنا متجوزة بقالي سنة، ما كانش فيه حمل، وبعد السنة يعني ربنا وداني، فدي حصلت عركة بيني وبين جوزي. احنا من ساعة ما دخلنا أصلا بتاعتنا لوزنا عارف دايما، فجي ضربني وأنا حامل، وجيت عند ماما هنا قعدت 3 شهور وانا سأل فيا اصلا، لدرجة انا وصلت المحرة ان انا كرهته، رحت للدكتور فالعين مفيش نبض، فلازم ينزل، لازم يتعمل عملية الهوض. طبعا نشكر ربنا وربنا بيعمل اللي حوله، بس من ايه اتصلت بيه قلت له انا طالبة منك ان انت تيجي معايا عشان نعمل عملية الهوض. قال لا جوزي انا مش عايز منك عيل اصلا. وفعلا الجهد نزل وانا حياتي مش مستقره، انا تعبانه، انا مش عارفه اعمل ايه، انا وصلت لمرحله ان انا كرهته، فانا مش عارفه يا ريت بجد الدكتور يديني اي حد. انا ما بقتش طايقاه، ما لقيتهوش جنب في كل اللي انا مريت بيه. أكيد إحساس صعب ومشاعر يعني مريرة، لكن أنا سؤالي الأخير برضو اللي ممكن أنا وصلت بيه بقول له أنا طالبة منك طلب تيجي معايا بس للدكتور وقت العملية وبعديها أروح، أنا مش عايزة أروح بيتي يا عم. راجل قال لي لا غريبي أنا مش عايز، وفعلا ربنا طبعا ما بيتعانيش، فعلا الحمد لله. وأنا مريت بظروف وإحساس صعب، أنا مش عارفة أعمل إيه. يعني قرارك بانك تسيبي البيت وتكوني عند مامتك ده كان قرار نابع منك انت شخصيا ولا لاحساسك بالرفض منه لوجودك في حياته؟ رفض جدا، انا وصلني لمرحله ان انا خلاص ما بقيتش طايقه، لو شفته مش هطيقه، وصلني لمرحله وحشه قوي. من بعد كمان العيل اللي انا كنت عايزاه يعني انا حاسه بمشاعرك، واكيد يعني احساس صعب، لكن زي ما دكتور ماهر كان بيقول انه ما فيش حاجه ملهاش حل وما فيش زواج مش ممكن يتصلح، واكيد هو ليه برضو نصيحه لحضرتك. انا بشكرك على مداخلتك وتابعينا. ممكن تسمعي دكتور ماهر. ميرسي. بصي هي يعني اتمنى اكون سمعت صح، بس هي كان عندها كانت حامل وبعدين فقدت الطفل او بقى لها سنه متجوزه. ومن بدايه زواجهم هم في مشاكل بينهم. وكانت بتتمنى ان يحصل حمل وربنا يديها طفل، ولما اديها المشاكل وصلت لمرحله الضرب، فهي سابت البيت وكانت عند مامتها لغايه الوقت اللي احنا فيه، وما كانش في نبض للجنين، والطبيب قرر انه لازم ينزل او يحصل اجهاض، وهو رفض انه يكون جنبها في كل ده، لا انا مش عاوز منك اولاد. فيعني هي حتى مشاعرها بتوصفها بالكره تجاه الشخص ده.
فتعمل طيب ايه؟ يعني بصي طبعا من الصعب ان الواحد يعمم الإجابة ويعرف هي مفروض تتصرف ازاي من غير ما نعرف كل تفاصيل المشكلة، بس برضو هي الحالة بتاعتها هي حالة من الإحباط في أول سنة جواز. أول سنة جواز سنة صعبة على كل الناس، ولازم الناس تعرف انه هذه السنة اتنين مختلفين عن بعض، هو رجل وهي امرأة، هو ليه شخصية وهي شخصية تانية، هو تربى بطريقة وهي بطريقة مختلفة، وعنده حساسيات معينة هي لا تعلم عنها شيء والعكس صحيح. طبيعي ان اول سنة دي هتبقى سنة صعبة توصل للمرحلة دي يا دكتور، يعني اللي هي فيها ده كده. يعني طبعا ده وضع مزعج ومؤلم جدا، لكن ممكن توصل لكده ويرجعوا مرة تانية يشتغلوا على الجواز، والجواز ياخد خطوات في الاتجاه الصح. مين اللي يشتغل؟ يعني عشان هي برضو تبقى وصلها الإجابة، مين اللي يشتغل على ده؟ يعني هي دلوقتي حاسة ان هي عايزة تصلح العلاقة وطلبت منه يكون معها، في طرف في العلاقة دي هو رافض وجود الطرف التاني في حياته من الأساس، لو استمر يعني في الرفض خلاص هنعمل ايه؟ مفيش حاجة، لكن انا واثق ان هو محبط من الجواز زي ما هي محبطة، اسبابه مختلفة عن أسبابها. محدش يقدر يقول مين اللي محبط أكتر، هو محبط، كان عنده أحلام معينة في الجواز، كان عنده توقعات معينة منها، يعني هي عملت حاجات ضايقته، هو عمل حاجات ضايقها. في أول سنة بيحصل كده، ونعرف ما نكونش فكرة إنه خلاص ما دام أول سنة واجهتنا المصاعب دي يبقى ما فيش فايدة وإحنا جوازنا ده محكوم عليه بالفشل. لا، أول سنة صعبة عند كتير من الناس، خصوصا الاتنين اللي بيتجوزوا ويبقوا مش عارفين بعض كويس، أول سنة بتبقى أصعب جدا. لكن لو انتزعنا اليأس، شلنا اليأس، هو عنده شعور باليأس، وأكد لها إن هو كمان شاعر باليأس زي ما هي شاعرة باليأس، وهما الاتنين راحوا قعدوا مع حد متخصص، نقدرش نعرف إيه المشاكل اللي بتحصل بينهم لأنه ما عرفناه، ما قالوش. لو هو رافض القعدة دي، لو هو رافض القعدة دي، حضرتك مثلا ممكن نقول إنها تبعت حد كبير، من سواء من العيلة أو من الآباء الكهنة أو بشكل فردي يقعد معاه ويعرف إيه الأسباب اللي موصلة مشاعره ناحيتها للدرجة دي. حد بس يوصل له انه خلينا نجرب، وانت في بيتك، لو هو ساب البيت وهي في بيتها، هما الاتنين يروحوا يقعدوا مع حد متخصص في المشورة او من الاباء الكهنة، يقعد معهم كل واحد في بيته، ونقعد نتكلم، نحط شوية اساسيات، نشيل اليأس، ونعرف انه جوازنا ده ممكن ينجح لو انا اتغيرت في حاجات وهي اتغيرت في حاجات، هو يديهم شوية واجبات اللي هيقدر يساعد يساعدهم ده انه يعملوه كل واحد في بيته، لغاية ما يحس ان هم ابتدوا كل واحد منهم يتغير شوية او ابتدى يلتزم ببعض الحاجات اللي تعهد بيها، يقول لهم دلوقتي وقت كويس انكم ترجعوا تعيشوا مع بعض. فانا عايز اوصل لها بس ما تيأس، وتوصل لي عن طريق حد من العيلة، حد كده عاقل من العيلة، من الآباء الكهنة أو حد متخصص يوصل له ويقول له تعالى ونقعد نتكلم، وبعد كده لو ما استريحتش اعمل اللي تعمله، بس أنا أؤكد لك لو مع حد متخصص وقدر فعلا يخلي كل واحد منهم يتكلم مع الآخر ويوصلوا لحلول وسط. أنا بشوف كتير جدا من الوقت السنة الأولى دي بتبقى مضطربة جدا، ثم تساعدهم إن هم يحطوا رجلهم على أول تكوين علاقة ناجحة، بيخشوا شوية بعدم فهم، بعدم معرفة، بتوقعات غير صائبة، ويصطدموا بالواقع. ولو اتهزوا الهزة دي ورجعوا وضبوا حياتهم بتبقى أفضل جدا السنة الثانية والثالثة. يعني احنا بننصحها أو بنقولها دلوقتي تلجأ لحد من المشورة أو من المتخصصين، يكون في بدل القعدة قعدات كتير بينهم وبين بعض، وبعدها هيكون القرار بناء على أساس سليم، سواء بأن احنا نقدر نكمل مع بعض أو حتى المختص بالمشورة يشوف أنه يعني ما فيش محل من أن العلاقة دي تكمل، هتكون مش قرارها هي الشخصي بناء على حالة الإحباط اللي هي حاسة بيها دلوقتي. ده حقيقي تمام. طيب احنا كان لنا تقرير زميلتنا فولا سألت الناس ازاي ممكن المحبة تطرد الخوف او تطرح الخوف خارجا زي ما رسالة يوحنا بتقول. مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين نخرج نشوف التقرير ونرجع نكمل معاكم حلقتنا.
هو الله محبة، فالحب هو أساس كل حاجة، فالحب ده بيخلق معلومات كتير وأسلوب حلو مع الأب والزوج والأولاد. المفروض لما يبقى في زعل ما نعاتبش بعض، العتاب بيجيب غلط ونعاتب ويعرف يتفاهم معاكي ماشي، ما يعرفش يديله فرصة، لأن الراجل بيفكر بأسلوب بطيء مش زي الست، فعشان كده هو بيبقى نرفز شوية. فنغير الموضوع، نعمل شاي، نعمل حاجة، نهدي بعض، وبعدين نتفاهم مع بعض بأسلوب حلو، الدنيا هتمشي. أحيانا بيبقى الواحد لما بيبقى مرتبط أكتر بالراجل، يعني ممكن واحدة تكون مجوزة أو جواز صالونات وكده، فمجرد جواز الصالونات ده يعني بتبقى هي جوزت عشان ترضي الأهل وكده. لكن أنا جوايا من شخصيتي أنا بقولك بقى حاجة على الملأ بصراحة، بعتقد في جواز الحب، يعني لما أكون مثلا واحدة مرتبطة بواحد عارفة قبل كده، عارفين قرايب أو أي حاجة، فبتبقى بيدوم الحب أكتر. بالنسبة للحب بعد الجواز هو بيبقى موجود، بيبقى موجود بشكل الحب، مبيبقاش عواطف قبل الجواز، بعد الجواز بيبقى عملي، عملي اللي الخدمة أخدمه كويس، أقول له أحاول أعدي بعض الحاجات الصغيرة تعدي، لما بيلاقيني أنا كويسة معاه في البيت هو أكيد حتى لو في مشكلة وفي حاجة بنقدر نعديها. طبعا نقدر بنروح مثلا اجتماعات، بيعلمونا حاجات كتير في الاجتماعات في الكنائس، أشوف برامج عن إزاي أتعامل معاه وهو يتعامل معاه، أحاول حتى لو هو من طرف واحد أنا مثلا اللي هسمع بس، أحاول أعدي بعض الحاجات اللي بيها المشاكل تعدي واحدة واحدة. وهو أول سنة جوزته بقى كلها المشاكل، بس بعد كده بناخد على بعض، بناخد على الواقع وبتعدي بالحب. أكيد هو الحب بيجي مع العشرة، ما بيبقى اكتر، بيبقى واضح اكتر ما انت تتعاملي مع اللي قدامك، وان انت فتره الخطوبه حاجه وفتره الجواز دي حاجه تانية خالص. يعني الخطوبه بتبان الدنيا ايه يعني سطحيه قوي، لكن الجواز بيبان ان هو واضح، لان انت بتتعاملي كشخصيه وك بيت ومسؤوليه وحياه كامله، يعني مش بتبقى مقتصر على حاجه معينه لا. وهو كمان بيعرفني اكتر وانا بعرفه اكتر، بحيث ان هي بتبقى الدنيا يعني التفاصيل بتبقى واضحه، ما تبقاش في حد مخبي حاجه عن التاني، ما فيش حاجه مداريه، كل حاجه واضحه وصريحه. يعني طالما ربنا معايا وفي بيني وبين جوزي تفاهم وفي صلاه وفي ربنا بيبقى ساكن معانا في البيت، فبتلاقي فيه طبعا تفاهم، بتلاقي فيه حب، فبيتواجد الحب، والمعامله الحلوه بتزود الحب، المعامله القاسيه والشده من ناحيتين هي دي اللي بتقلل الحب. يعني المعاملة عليها عامل، عشان برضه بصريحة معاكي. يمكن كل واحد له رأي مختلف، له وجهة نظر، لكن في بعض النقاط اللي بنلتقي فيها كلنا، ان لما ربنا بيكون في البيت الحياة بيبقى شكلها مختلف، لما بيكون في بينا حب الحياة بيبقى شكلها مختلف. برحب بحضرتك مرة تانية، ونقف عند نقطة المحبة أو الحب زي ما سمعنا في التقرير دلوقتي. إزاي الحب ممكن يتغلب على مشاكل كبيرة جدا بنشوف أنها ملهاش حل يا دكتور، يعني زي بعض المشاكل، وأكيد كل البيوت فيها أكتر من كده بكتير، إزاي ممكن المحبة تصلح كل ده؟ احنا ربطنا المحبة بأنها بتشيل الخوف، الآية الرائعة اللي في يوحنا، عن طريق تطوير العلاقة. يعني أنا بشتغل على تطوير العلاقة بيني وبين الآخر، لما تبقى العلاقة سوية بيني وبين الآخر يشعر الإنسان بالأمان، حينما يشعر بالأمان بينتزع الخوف، الخوف والأمان هما المرتبطين ببعض. فأنا لما يبقى أنا كزوجة حاسة باضطراب العلاقة وإنه ممكن الجواز ينتهي أو جوزي يسيب البيت ولا حاجة كده، طبعا هيبقى عندي خوف. كل ما طور العلاقة
كل ما ده هيشعرني بالأمان وينتزع الخوف. يوم ما بقى أنا عايش مع مراتي ومراتي كل شوية تقول لي أنا هسيب البيت ومش عارف إيه وفي توتر فظيع وأنا مش عايز أكمل وإلى آخر الحاجات اللي بتتقال دي، طبعا أنا حاسس بعدم أمان وبالتالي عندي مشاعر من الخوف. فطريق التغلب على الخوف هو بان احنا نحط امان. نحط امان ازاي؟ عن طريق تطوير العلاقة. طيب بنرجع تاني لنقطة انه جواز ده ينبغي ان نعمل على تطوير علاقتنا معا. احنا لو احنا معتمدين على المشاعر اللي كانت في الاول، لا، المشاعر دي مش هي الحب، وهي مجرد انفعال عاطفي وتأجج عاطفي لازم هينتهي خلال الشهور الاولى. الناس بتفتكر انها هتقعد كم سنة، لا متقعدش كم سنة. المشاعر دي لوحدها بتنتهي، يعني تبتدي وقت الخطوبة تقل وتطلع كده، تقعد تطلع وتنزل. بعد الجواز خلال شهور بتقل المشاعر دي. يعني المشاعر والحب ده دكتور مختلف عن الحب اللي بنقول بيجي بالعشرة وبيكبر معانا، ده حاجة. إيه اللي بيجي بالعشرة بقى؟ ان احنا نبني العلاقة، ان احنا نتكلم وان احنا نتعاتب. يعني حد كان بيتكلم دلوقتي ان احنا مش لازم نتعاتب، معلش مع احترامي ليها جدا، لكن العتاب دي نقطة قوة في العلاقة بينا، انه انا ومراتي اني بقول لها ايه الحاجات اللي هي عملتها وجعتني، وهي بتقول لي الحاجات اللي انا عملتها او ما عملتهاش وضايقتها ووجعتها. فرق بين العتاب اللي حضرتك تقصده برضو وبين القاء اللوم على الطرف التاني ان هو المسؤول، ده كده مش عتاب. بصي يعني هو عتاب بيتحول لخناقه بشكل غلط. يعني ما هو ممكن العتاب يبقى ان انا بمزق اللي قدامي، ان انا برمي باللوم عليه، بحط على كتافه المسؤوليه الكامله، بحكم على نواياه، بمزقه، فده عتاب غلط. العتاب ليه شكل معين. يعني الكتاب لما بيقول ان اخطا إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، يعني العتاب هو أداة للتغيير. وإن يعني وإن كان ما كانش كده ما كانش الله يقول لنا عاتبوا بعض. العتاب مش إن أنا بتفش، لا، العتاب بيغير الآخر، بس لازم أعمله بطريقة صح. فأنا بعاتب بيني وبينه وحدنا، ولي معايير أخرى. العتاب لازم يتعامل بصورة في توقيت كويس، باختيار جيد للألفاظ، بحفاظ بين العدل والرحمة، أقول حاجات الإيجابية وأقول على الحاجات السلبية، أتكلم مش على الآخر وكأنه هو أنت اللي وحش وأنت اللي سيء، لكن أتكلم عن نفسي إن أنا بتألم من هذا التصرف، فضلك التصرف ده بيوجعني، أو أنا يهمني إنك تعمل كذا، أنت مش بتعمل كذا، ولما ما بتعملش كذا أنا بتوجع. بحط العتاب بصورة إيجابية، وهذا العتاب يؤدي الى تغيير. ده وعد الله لينا وفي وقت مناسب زي ما حضرتك قلت. اختيار توقيت العتاب مناسب. ده مهم جدا. بالزبط. طيب احنا معانا استاذ يعقوب من المنيا. مساء الخير استاذ يعقوب. استاذ يعقوب اهلا بيك. الو خفيف. مساء النور. معاكي ماده وزنه الناخ لحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. انا من الخوف من اهانه جوزي وضربه ليا، من كتر الخوف بكذب عليه وبخاف ان انا احكي له على اي حاجه، وعلى طول العلاقه مهدده من العصبيه بتاعته وبيهني وبيهن عياله. فانا بخاف وبخاف عليه كتير وبكذب عليه كتير، فمش عارفه الواحد يتعامل ازاي من الخوف اللي هو ربه لي انا والعيال. حتى الولاد كمان بيكذبوا عليه من الخوف ان هو بيضربهم، فبيكذبوا عليه برضه. حضرتك متجوزه بقالك كام سنه؟ انا دي 21 سنه. وطول فتره حياتكم مع بعض ده يعني عمر تاني نفس طريقه التعامل، يعني من بدايه حياتكم مع بعض كده؟ مشاكل من الاول، بس الواحد بيستحمل عشان العيال، واقول عشان خاطر العيال وكده. فمستحملة وساكتة، بس خلاص الواحد تعب بقى مش قادر. ربنا يقويكي وربنا يعينك. وطبعا دكتور ماهر اكيد هيقدم لك النصيحة اللي يعني اتمنى انها تفيد حضرتك وتساعدك في التعامل. يعني انا متألم لألمها جدا، 21 سنة وهي
بتعامل بهذه الصورة، يعني بيعتدى عليها بدنيا بهذه الصورة، وهي ساكتة عشان العيال. ده شكوتها كمان يا دكتور مش من ده هي زعلانة انها بتكذب. يعني قد ايه حد جميل من كتر التحمل اللي هي فيه والصبر عشان خاطر اولادها، حتى شكوتها دلوقتي وهي بتكلمنا هي زعلانة انها بتكذب لانها بتخاف منه. والخوف ده ما هو ربنا حاطط الخوف ده جواها انها تتحرك. ده الخوف اللي يخليها، انا دلوقتي عايشه مع واحد ان انا عايشه معاه مرعوبه، اني انا خايفه انه بس يجي متنرفز من الشغل يروح ضربني، ولا انه اعمل مش عارف ما اعملوش الاكل بالطريقه مش عارف ايه يبقى هو يروح يعتدي عليا بدنيا. ان انا عايشه بهذه الصوره من الخوف دي حاجه فظيعه. والله حاطط الخوف جواها علشان تصحى وتقول ما ينفعش اللي بيحصل ده. طبعا انا عارف ان ده كلام هيوجع، لكن كان لازم من البداية انها ترفض هذا الاعتداء البدني وتعمل يعني كل ما يمكن عمله انه يدرك هذا الانسان انه هذا الاعتداء البدني لا يستمر ولن يستمر، وحيكون في نتائج خطيرة في حياتهم. طب النهاردة بعد 21 سنة بعد 21 سنة انا لسه في امل ولا خلاص بقى لان أيوة الوقت متأخر أيوة ما ينفعش اعمل أيوة حاجة؟ لا انها تقول ان انا هستمر بقيت عمري استحمل الاعتداء البدني وحياة الخوف اللي انا عايشاها عشان الولاد، لا طبعا دي بعد شوية الخوف ده هيأثر عليها سلبيا وهتعاني نفسيا وهتدخل في حالات اكتئابية وتوتر عصبي، يعني تدخل في حالة سيئة ان لم يعني تقف كده بطولها مرة وتقول له انا صبرت على هذا الاعتداء البدني سنوات ولن اصبر بعد كده، وانا هروح اكلم ابونا ولا اكلم عيلتك ولا اكلم عيلتي. الاعتداء البدني ده عايز دعم. لو رد الفعل كان سلبي تتعامل هيبقى سلبي، اضمن لها انه هيبقى سلبي. لكن هيقول انا ايه اللي جرى لها دي، كانت فجأة دلوقتي بقت صحيت وبترفض التصرف، هيفكر مرتين قبل ما يضربها مرة تانية. هيضربها تاني، لكن هي رد فعلها انه هذا لن يستمر وانا هعمل وحكلم وحقول لأهلك وحقول لأهلي، فيمكن بعد مرة مرتين يبتدي يعني يظهر لها قدر من الاحترام ويخشى نتائج تصرفاته، يخشى ان هذه المرأة اللي كانت مستكينة كل هذه السنوات فجأة دلوقتي صحيت، فجأة دلوقتي تثور لكرامتها. لو بعد يبتدي يتعامل معها باحترام. لو بعد كل ده ما كانش فيه استجابة، هل ممكن نقول انه البعد ولو لفترة بين الطرفين بيعمل اعادة تقييم او تفكير مرة تانية؟ مش قادر اقول ايه اللي تعمله أو إيه اللي تهدد بيه، أو هل تسيب البيت ما تسيبش البيت، ما أقدرش أقول. أنا بقول يعني ولو لفترة، يعني الطرفين لما بنبعد المصدر المشاكل عن بعض كده نبتدي نفكر بهدوء. أوقات بيبقى ده حل، لكن لازم ندرس الوضع تماما، ظروفهم الحياتية تماما قبل ما ندي نصايح زي كده. ممكن يعني تلجأ لحد برضه المشورة الأب كان بس يعرف إيه اللي بيحصل. ربما الحل هو انك انت سيبي البيت لغاية ما هو يدرك ان ده التصرف ده ما يتكررش مرة تانية، ربما وربما لا، ربما يتقال له هو يسيب البيت لغاية ما تتعلم ازاي تتعامل مع مراتك، ربما عيلتها تقف ليها وتدعمها وتقول له اعتداء بدني زعلان منها، تكلم وتناقش اعلن هذا، قول لابونا في الكنيسة يجي يقعد معاكم، لكن تضربها لا. لازم حد، لازم قوة تمنع هذا الإنسان أنه يعتدي بدنيا عليها. لو سكتت أكتر من كده هيجرى لها اضطرابات نفسية كثيرة، ما ينفعش تسكت، هتأثر عليها كمان يعني صحيا جسديا في الفرق. وعيالها اللي هي بتحميهم دي بتقول أنا بعمل كده عشان عيالي، المثال سيء سيء تجاه عيالها، هتلاقوا سلبيين أعتقد سلبيين عايشين بالخوف. الولد هيطلع يضرب مراته، هم بيكذبوا هم كمان طبعا هيكذبوا يعني. هيضرب مراته في المستقبل، والبنت هتسمح لجوزها انه يضربها في المستقبل. فانت يعني وضعك ده وخنوعك هذا بيوصل لاجيال، مش بيأثر سلبيا على اجيال قادمه. تمام.
اتمنى الرساله تكون وصلتها، واعتقد ان في كل اللي ممكن يدعموها ويقفوا معاها في مشكلتها دي اولادها ممكن يكونوا اول ناس يقفوا في صفها، وده هيديها هي قوه قدام الزوج اللي بيعمل او بيعملها جدا بالشكل ده. دكتور ماهر الضبع، انا كان نفسي اكمل مع حضرتك وللاسف وقت الحلقه جري بسرعه وبيوتنا ياما مليانه مشاكل، لكن احنا محتاجين زي ما حضرتك اتفضلت وقلت النهارده يكون في اعاده تقييم لحياتنا كلها بشكل عام، يمكن كل طرف يكتشف الخطأ كان منين. بشكر حضرتك مرة تانية ونورتني. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك كمان جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهاردة، ويا رب الرسالة اللي احنا حاولنا اننا نوصلها لحضراتكم من خلال حلقة النهاردة تكون وصلت. بلاش نضغط على بعض الدرجة اننا في الاخر نخرج عن شعورنا ويكون القرار بعدم اكمال العلاقة دي. ياريت ما نوصلش بعض للمرحلة دي، ياريت من الأول مهما كنا مختلفين مهما كنا مش عارفين بعض في بداية العلاقة بينا ما نخليش أول سنة جواز يكون هي آخر سنة رغم أنها أول سنة، خليها تكون سنة دراسة بنعرف بعض ونتأنى على بعض زي ما الكتاب قال لنا، ونقدم محبة لأن المحبة بتغير والمحبة بتحل كتير من المشاكل. ياريت كل طرف فينا يحاول يفهم سيكولوجية التاني بيفكر ازاي او بيحس بايه، ونراعي مشاعر بعض، صدقوني هيفرق كتير قوي قوي. كل واحد فينا يعرف اللي ليه واللي عليه مسؤولياته ايه تجاه الطرف الاخر، برضو اكيد هيفرق كتير. وفي كل الاحوال لو حسينا ان الموضوع متعذر مش قادرين نوصل لحل، خلينا نلجأ زي ما دكتور ماركن بيقول لنا النهارده لمتخصصين نسمع المشورة، بلاش قراراتنا تكون متسرعة وناخدها لوحدها ويكون في النهاية النتيجة اننا بندمر حياتنا وبيوتنا واولادنا ونقف قدامها واحنا بنتفرج عليها خريبة. مرة تانية بشكركم ونتقابل معاكم الجمعة الجاية ان شاء الله في حلقة جديدة. ربنا موجود وتصبحوا على خير.